سمع الشيخ فلان يقول إنه لا يوجد ما يسمى جن ولا مس، لا يسمى جن ولا مس، أعوذ بالله مش طرجين. في صورة الجن قل هي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في الحديث يخرج عدو الله من عبد الله